بشر فشرط فواشر. من مكان ما افتتح المرشد الأعلى للجمهورية الحفل الزجلي الكبير بفشر أن ينزع سلاح المقاومة الإسلامية، فرد عليه الشيخ سامي الجميل المفتون بزيلينسكي من سد البوشرية وزاد العيار: فشر إنك تخلينا نستسلم وتسيطر على البلد وتخلص منا، وإنه تسيطر على مستقبل ولادنا، فنحن نريد العيش كما نريد نحن لا كما تريد أنت. وانطلاقا من الكلمة المفتاح أي فشر، وبما أن الرطلة بده رطل وإيه، قال رئيس حركة الاستقلال ميشيل روني معوض في مقابلة على محطة الانتبي: الإرهاب علينا ما بيمشي، وفشروا أن نرضخ ونحن ندافع عن القضية اللبنانية، وحقنا أن ندافع عنها في المحافل الدولية يلي مش عاجبه يبلط البحر. يحتاج التبليط البحري إلى تضافر جهود قوى الممانعة والمنضوين تحت جناحيها، ولكم أن تتخيلوا معلم أسعد ومعلم إلي ومعلم عقيد ومعلم ندى إلى جانب معلم حسين ومعلم غازي المش عجبهم خطاب السياديين يبلطون البحر بدءا من الصرفند وصولا إلى العبدي. وذهب الدكتور فارس السعيد إلى تحليل النص بإيجاز عبر تغريدة قال فيها: إن استخدام كلمة فشر من قبل أمين عام حزب الله الذي يدعي حكم 4 بلدان عربية يؤكد على انهياره الأخلاقي والمعنوي والسياسي، ولبنان أكبر منكم. وفشر الشخص تعني كذب وادعى باطلا. مقولة القول أن المرشد الأعلى فاشر لأن ليس من عاقل على مساحة الجمهورية يرغب أن ينتزع سلاح الحزب انتزاعا ولا وجود لمثل هذا الخيار حتى على طاولة المجانين. المطروح أن يبادر الحزب إلى تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني أسوة بميليشيات القوات اللبنانية كمقاومة لبنانية مسيحية وميليشيا حركة أمل وميليشيا الحزب الشيوعي اللبناني وأشبال حزب البعث اللبنوسوري وجيش الحزب التقدمي الاشتراكي الشعبي وميليشيا الحزب القومي السوري الاجتماعي بكل فروعه كمقاومة وطنية أو كمقاومة إسلامية. كان يجب أن يقوم الحزب الإيراني المنشأ بما قامت به بقية الأحزاب قبل 3 عقود إنفاذاً لواحد من أهم بنود الطائف وتطبيقاً لقرارات الدولية التي يتغنى بها السيد الرئيس مع بزوغ كل فجر. لم يميز اتفاق طائف ميليشيا عن ميليشيا ومقاومة عن مقاومة وفصيلاً فلسطينياً عن آخر، لذا فشر بعيني من يفنجر بعيون مواطنيه مستقويا بالحشود وبالحجم وبآلات الحرب ولغة التهديد والوعيد والتخوين. فشر فشرت تأدبوا، أنت تأدب بخر نيعك سد بوزك أخفض إصبعك. يلي روعة مفردات الحوار المؤسس للوحدة الوطنية والتسامح والديمقراطية المتجسدة كلها في دائرة في بعلبك الهرمل، كما أخبرنا مرشح يحمل دكتوراه بالذمية وشهادة أخرى بتاريخ الموارنة.